الله يبارك فيكم، الله يبارك فيكم، احسنتم. شكرا شكرا يا احمد، شكرا. خلو 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 عندك انت هذا يلا خذوا خذوا شربوا على حسابي، كله على حسابي، كله على حسابي. عارفين ايش السالفه؟ عارفين ايش السالفه؟ السالفه الله يسلمكم ان صديقي صالح بن مشراي صار وزير. مبروك الله يبارك فيكم. صالح بن مشراي صار وزير، مبروك. يعني اللي تبغونه ان شاء الله بيولكم اياه. مبروك من اليوم ورايح انتوا، وبس قولوا ايش تبغون. صالح بن مشراي صار وزير. مبروك ايوه مبروك. كلو كلو كلو، كل شيء على حسابي، كل شيء على حسابي. كلو كلو كلو، كل كل امير، كل انت كل 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 انت كل كل خذها خذها، اشرب اشرب هذا، كمل هذا العصير، كمل اشرب. اقول عمي امير، نعم تفضل. هذا سويك السياره ايوه زين، وهذا اليوم المكده مالي انا 25 ريال. تفضل جزاك الله خير، ما قصرت. هذه 10 حال. احسنت احسنت عمي، احسنت. يلا يا جماعه، يلا مع السلامه، يلا اشوفكم. الله يسلمك. مع السلامه مع السلامه. تبع على المفارق، الله يعين اللي مفارق. تبع على المفارق، الله يعين اللي مفارق. ويا مرسال اللي مارق، ودي لحبيبي، ودي لحبيبي حبيبي خبر. سلام عليك مبيوع، سلام عليك. حياك قصيم، حياك. كيف حالك؟ خير. سمعت ايش اللي صار؟ ايش اللي صار؟ خير ان شاء الله. صديقي ها؟ صالح مشراي. صالح مشراي؟ وصالح مشراي؟ اوه هاي سالفة انا نسيت اخبرك عنها. اخبرك عنها بعدين. خير خير. صديقي صالح مشراي. زين زين. صار وزير. اقول على النطيح، خلي بالك. ما مشكلة ما مشكلة، ما دام صار وزير صديق. سعيد سعيد، قوموا يا قوموا قوموا ارقدوا داخل قوموا. والله متعشين، دام متعشين، والله متعشين. با تعرفكم كم متعشين، باين الاحوال باين. فاطمو 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 صباح الرحيم. مالك بوي؟ مو قايل انك ذاك تصرخ ما تشوفني انا راقده؟ ايه شايفنك شايفنك راقده وتارسه كرشك، وانا وين عشاي؟ هناك في المطبخ، مخلتنا داخل قدر ومغطيه عليه. القدر فاضي، القدر فاضي، ما في شيء. عقب السنور ابوي كلته سنانير، والله العظيم ما شفت سنانير غير اولادك هذيلا سعيد وسعيد. ما عليهم، ان ما ادبتهم ما اكون انا خصي. تو بدل ما تادبهم صير دور لهم شغل، بدل ما جالسين كذاك عمال بطال. انا ما شغلي، انا جبتهم وربيتهم وكبرتهم، ما لي شغل. انا اجيب لهم شغل ما اجيب لهم شغل؟ انت ابوهم وانت اللي تدور لهم شغل. الواحد وزنه دبابه، ثانويه ما مخلص، مين شغلهم انا؟ تو هذا صالح بن مشراي مو في ما يدور حال اولادك شغل؟ ما تقول لنا خلوه وزير؟ صالح ابوي، صالح بن مشراي خلاص ما يتذكرني، من زمان ما شفته. علامك انت مجنونه ابوي، ما ناس انك يوم اللي بيشوفك بيتذكرك. وتو اقول لك خليني ارقد، سير 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 خليني ارقد.
سمعت؟ خلينا نرقد. ايش البلوى اللي ابتليت بها؟ وايش البلوى اللي ابتليت بها؟ السلام عليكم معالي الوزير. السلام عليك، والله العظيم فرحت لك، والله العظيم. الله يبارك فيك، من انت؟ انا خصيب، انا خصيب. ما تذكرني؟ ما عرفتني؟ لا والله ما تذكرتك. من خصيب؟ ايوه انا خصيب. ما تذكر اطال عمرك، احنا كنا نلعب فريق واحد، انا كنت العب في النص وانت كنت تلعب هجوم، وكنت دائما اعطيك باصات وتجيب انت اقوال، وانت كنت وايد تحبني، وايد كنت تحبني. ايوه نعم تذكرتك. انا اقول هاي الوجه ما غريب علي. تفضل لا خصيب، بيش ممكن اخدمك؟ انا انسان فقير، وايد فقير يا معالي الوزير، وايد فقير، وعندي اولاد اثنين كيكبر بطونهم، ما بقيوا عيش، ما بقيوا اكل، مخلصين ثانويه وما حد راضي يشغلهم. عاد انا فرحت قلت الحمد لله، الحمد لله يا صديقي وزير استوى صالح مشراي بيسوي لي واسطه. الله يخليك، سوي لي واسطه وشغلهم طايحين في كبدي، هل كان منهم هل كان. والله اسمعني يا خصيب، انا وزير نعم، لكن عمليه التوظيف هذه ما عندي انا، الخدمه المدنيه هي المسؤوله عنها، وبعدين التوظيف هذا لآليات وشروط ما مني والدرب. ايوه فهمت، لكن بعد طال عمرك يعني انت حين استويت وزير وكلمتك ما ترد. طيب ان شاء الله بحاول، انا الحين استاذن عنك عندي شغل. زين عطني رقم تليفونك عشان اتصل فيك يعني. نعم بتصل فيك يعني، اذكرك يعني اقول لك ان انا خصيب. انا ما استخدم الهاتف النقال ابدا، ما استخدمه. اذا في اي شيء تواصل مع الاخ محسن، هو بيخبرنا بكل شيء. وحين مضطر استاذن لان عندي شغل. تفضل تفضل تفضل. تعال ايه رايح؟ تعال، ما قالك خذ رقم تليفون؟ طيب طيب جيب ما حد مخربنا غيركم انت ولا الوزير؟ طيب انا عارفه. زين ان شاء الله ان شاء الله. ما عليك، هذا الميزانية التقديرية للمشاريع المتعلقة بالوزارة. زين وكم المدة المحددة لإنجازها؟ سنة ونص طال عمرك. سنة كثير يا محسن، سنة ونص. بعدين هم كلهم ثلاث مشاريع بس. ما عليك، احنا الوزارة الوحيدة اللي تنجز مشاريعها في وقت قياسي، يعني نحن أسرع وزارة طال عمرك. طيب يلا. زين طيب في حد اتصل فيني؟ اتصل فيك معالي وزير القوى العاملة ومعالي وزير الزراعة والثروة السمكية. زين اتصل فيهم بعد شوي ان شاء الله. لحظة محسن. نعم عليك. بسألك سؤال، لو حد جاك واحد مزعج وداز ويهه وازعج قدام الناس فجأة وانت مسؤول، ايش بتسوي معه؟ عذرا معاليك، يعني قصدك مثل المواطن اللي انا قصدي، ولا اقول لك؟ تفضل تفضل روح على مكتبك. طيب علي ان شاء الله. يا أخوي تراك هلك الدنيا، ما بقينا حارة ما درنا فيها. يا أخوي حد ينسى بيت الله يهديك، هين بيتك هلكتني والله. شيخ شارع نفس الشارع، نفس الشارع لخل نسيت البيت، ما أعرف بيت وين. نفس الشارع ما عرفته والله، يمين ولا يسار ما أعرف، نسيت لخل شارع نفس الشارع، البيت نسيته. زي اسمع اسمع تفضل، أنا عندي لك رأي. تفضل. أنت ويش رأيك تنزل واعطيك انا رقم تليفوني؟ زين ويوم تتذكر البيت الله يسلمك اتصل فيه. زين بقوم انا بجيك وبشلك بيتك، ايش رايك؟ زين. هذا رقم غريب، هذا يمكن الوزير. الوزير متصل. من قلت الوزير؟ ايوه الوزير. الوزير متصل حاله؟ ايوه الوزير. وانت وش دخلك؟ انت وش دخلك انت الله يديك؟ بيتك وناسنا وبعد تقعد تزعل. خلنا ارد عليه. الو معالي الوزير. هذا انتهى الشوم. وش فيك؟ وش تبغى؟ وليش كل يوم تغير رقمك انت؟
وش من السؤال بيني وبينك؟ ما بيني وبينك سالفة أنا. زين زين خلاص خلاص بنتلاقى في القهوة بس بنتلاقى ذبحتني. أخي أخي يا أخوي بعدك ما عرفت بيتك؟ ما عرفته بعدني. بس احنا بنبات الليلة هني احنا. يا سعيد يا سعيد تعالوا خذ ها ايش عندك بعد انت؟ باغي 100 بيسه ما عندنا فلوس. باغي 100 كي اشكالكم؟ عيل انت عيل عيل ما عندك 200 بيسه؟ زبوش تبغى ما عاد بصير يسرق؟ ما تصير سرق راح اشتغله لكن شغل ماشي. ايش اسوي معك؟ خذ يلا ها يلا ها خذ ها ريال؟ هي ريال ريال ما شايف ريال قبل انت؟ وخذ انت بعد انا والوزير كنا نلعب في فريق واحد. انا العب في خط النص هو يلعب هجوم يعتمد علي ما يقدر يسجل جول اذا انا ما اعطيته كوره. مره شاتوري الدفاع كوره حطيتها على صدري نزلتها على ريولي رفعتها سويت مثل ميسي كذي خليتها مثل الطيارة. هذه ميسي بعدين ثار يقلدني أنا ها قبل أنا مسوينها قبل. نزلت الكرة على ريل الوزير. ما كان وزير ترى ذاك الأيام بعدين ما كان كان بعدك إنه في الحارة ما كان وزير لكن الحين وزير هو وزير. خذ الكرة ولعب بها كي ويشوتها جاب جول الوزير كاني وسط الملعب حبلي من راسي. قلت له ما في داعي يا معالي الوزير. لا هو ما كان وزير صح انا ما نسيت وما كان وزير يعني. قلت له يا صالح مشراي كان ذكر صالح انا اقول له ود مشراي تعال. لكن الحين لا الحين اقول له معالي الوزير ما يجوز. اقول له معالي الوزير نعم نعم. وهذا شوف هذه صورتي انا شوف هاي صورتي انا ايه صح هذه شفتها إيه. هذا الوزير شوف هذا الوزير شفت ايوه هذا عم الامير هذا شوف هذا كان صار وكيل وزاره هذا اللي لكن الحين طلعوه ما قالوا ما اشتغل زين وهذا تاجر هذا واحد اللي هنا تاجر سيارات عود. انا ما اريد اخبركم عنه والله انا ترى انا كل ربعي كلهم يعني تجار ووزراء وكذا وهذا اذا انا اكذب هذا في الصوره هاي الصوره موجوده ولا مو موجوده؟ ممكن الصوره ممكن نعم ممكن الصوره شوي اشوفها. ايش دخلك انت في الصوره يا اخوي؟ هذه صورتي انا ومعالي الوزير. ترى انا صحفي وهذا اكيد انت صاحب معالي الوزير. انا صاحبه هذه صورتي موجوده مع وين معالي وين هذا هو هذا معالي الوزير صالح بن مشراي هذا شوفه هذا اي نعم. ايش تبغى الحين انت مني يا اخي؟ تستاهل صوره على هذه انت. وزين تراوين الدليل في الصوره على اساس نثبت في الجريده تكون واضحه وزين ونقيه. زين صورنا عاد الحين انت لازم قرايب صديق الوزير كلكم ان شاء الله بعد تكون بس عشان تكشف بس ان شاء الله تبسم تضحك معي تضحك تطلع كيف الصوره معي بعد المواطن والوزير حكايه تعود الى اكثر من 35 عام. ايش هذا الكلام الفاضي؟ الحين الواحد لما يترقى ويوصل لدرجه وكيل او وزير لازم يشغل اللي يعرفه واللي ما كان يعرفه يعني هو وولاده. بس هو يقول ان معاليك يعني وعدته لانه ما رضى يحل عني. وقفني ساحه قدام الباب ما راضي يفهم سوالي احراج قدام موظفين الوزاره. وعاد لما شفته كذي ما بقيت يعني اخذ واعطي معه ما بقيت امط معاه في الكلام فقلت له يلا يصير خير. طيب ما عليك عموما الان هو موجود في مكتبي وجاي اشوف توجيهاتك. توجيهات يقول له عندك اجتماع وبعد هذا اجتماع عندك اجتماع اخر وهكذا لحد ما يميل ويزهق ويروح.
ما عليك، أنا من رأيي إنك تقابله وتريح نفسك، وهذا الشيء في مصلحتك. كيف في مصلحتي يا محسن بعد؟ صدقني ما عليك، بكرة الصحافة بتكتب وبتقول الوزير الفلاني يقابل المواطن البسيط، يعني ما بيكون بينك وبين أي مواطن حجاب، بالعكس هذه مصلحتك، الصحافة راح تكتب لك الكلام الطيب. تعتقد يا محسن؟ طبعا ما عليك، طبعا الوزير صديق المواطن الفقير. الخطة الجديدة، وإذا أي حد منكم عنده ملاحظة ممكن يتواصل مع الأستاذ محسن وهو بيطلعني على كل شيء. الحين عاد ممكن تتفضل على مكانك. تفضل. شكرا. محسن. نعم عليك. تعال شوف تعال. يا سلام، المكان جميل، المنظر جميل، لا واليوم الجو ما شاء الله بديع. أنا ما أتكلم عن الجو، أتكلم عن هذا اللي واقف تحت شوفها. معاليك، هذا صديقك خصيب. أقدر أعرف هو ليش واقف هذي اليوم؟ أنتم ما خبرتونا الوزير مشغول؟ خبرناه طال عمرك، خبرناه لكن راسه يابس ما راضي يفهم. إحنا هاي بيتم نطلب كل مكان؟ أنا ما فاضلنا. تصرف معي يا محسن. إن شاء الله معي. حاضر، أنا بتصرف إن شاء الله. أنت وش واقف تسوي هنا؟ إيش واقف تسوي؟ قلنالك يا أبوي، قلنالك يا أبوي الوزير مشغول، الوزير مشغول ما يقدر يقابلك، خلي الرجال في حاله. يعني خلاص أروح يعني؟ ما تبغون مني شيء لا أنت ولا الوزير؟ إيش اللي نريده منك يعني؟ إيش اللي نريده منك؟ قول. يعني مثلا رقم تليفوني، عنوان بيتي، شيء ما نوع. يعني بالله عليك الحين انت مصدق نفسك؟ مصدق نفسك رقم تليفوني يعني؟ ابوي تليفونك عندنا، عنوانك لندله، بيتك حتى لندله، اذا بغيناك بنطرش لك. اهم شيء يا ابن الحلال خلوا الوزير في حاله، خلوا الوزير في حاله، فاهم؟ هو اللي قالك تقول لي هالكلام؟ هو قال، انا اقول. انت مالك شغل؟ كلامي فيه غلط؟ وأنا وقفتني فيها غلط؟ نعم؟ جلست ترياه برا الوزارة لما تعبت وما طلع، ولا يمكن طلع والله ما أعرف، ولا يمكن يكون رقد داخل الوزارة. ترى يقولون أول في بعض الوزراء يرقدون داخل الوزارة خاصة لما يكونوا يدد. أبوي محاوطينه، يبغيون لحالهم. أنا ما أعرف، ما أعرف ليش مضايقين مني. أنا ما بكله أبوي، ما بكله أنا. بدين يا رخيب، بدين يا رخيب. يا جماعة بحكوني تراكم بعطيك. شوفوا ايش فيكم انتو، طلب طلب، انا تعبت منكم. قبل ياينا حتى ياي قبل بعطيك انا بعدين. والله والله العظيم، والله والله ما بخبرت انا مع الوزير ولا بوصل طلباتكم. بس سكت، بس سكت، ايوه. يلا يا امير قول، قول انت وش تبغى من صديقي الوزير استاذ خصيب. السلام عليكم. عليكم السلام. اهلا وسهلا. خمس دقائق من وقتك بس لو تتكرم تتفضل علينا. بس والله يا اخوي انت شايفني يعني انا مشغول مع جماعه وطلباتهم وديها حق صديقي الوزير، وانا تعبت من الجرايد وتعبت من الاذاعه وتعبت انسان من الوزير. تستاهل عشان خاطرك، انت انسان طيب. بس خلاص. لا تاخرني الله يسلمك، لان انا مشغول. فاطمه السلام عليك. عليكم السلام. يلا نتعبان يلا.
هي سعيد وسعيد ما شوفوا سعيد وسعيد سايرين حوالين بيت بخش مكيف ماله خربان ومدينا التصليح. لا حول ولا قوة إلا بالله من بخش وسوالف بخش. بخش ما يلقى مكيفات هذه إلا يشلونها أولادي أنا بس. مالك ما جا شي بلاش، كل شي بحسابه غوازي من وراه. أول كل شي بحسابه وغوازي من وراه، غوازي من وراه ما شايف سعيد ظهره من عوي، من بيوديه مستشفى بعدين ما بدفع في كم ديره. خل عنك أنت، اسمعني أقول لك. أنت حمو مسكر تليفونك. سكر تليفوني أنا، ما مسكر تليفوني أنا، لكن ما جا تعبير. خذيها 24 ساعة بس اللي تاكلينها يا بنتي. جاك أوين طارش من الوزير سأل عنك. إيش؟ طارش من الوزير سأل عني أنا؟ هيوة جاي وساير 3 مرات وما حصلك ويقول أوين يوم تجي ترد البيت سيد له هناك الوزارة. فطوم؟ تعال روحي روحي يبي لي المصر الأصفر هذاك مال العرس عرفتي يوم عرسين ذاك اليوم وهي ذاك اليوم يلا يلا روحي روحي الوزير الوزير طارش اللي ما تكلمين يا برودك يا حوم أنت. أنا معاليك أنا ما كلمت أي واحد أنا بصراحة ما أكذب عليك يعني هو خصاف سألني سألني وأنا جاوبته. خصاف من خصاف هذا بعد؟ خصاف الله يسلمك خصاف اللي قطع السمك في السوق ما تعرف أنت؟ اسمعي اللي بقول لك إياه الإنسان دائما ويفترض أنه يلتفت لقدام الماضي ماضي ينساه الماضي نحتفظ بذكرياته وأحداثه فقط لكن ما نلتفت له مثل ما أنت تسوي الحين. أنا درست واجتهدت لحد ما وصلت هذا المنصب وأنت بعد أيضا اجتهد لكن أحيانا الساعات ما تخدم أحيانا الظروف تخدم وأحيانا ما تخدم. اللي أبغى أقول لك يا خصيب التفت لقدام اهتم بالحاضر والمستقبل الماضي خليه وراك لا تكتره كثير بمعنى إيش صار وإيش ما صار وإيش سويت وإيش ما سويت ومن صاحبت وما صاحبت كل هذا تنساه. أعتقد أن كلامي واضح ومفهوم. زين معاليك كلامك صحيح وأنا إن شاء الله إن شاء الله بقول كل اللي أنت تسويه لكن أحد أولادي الله يسلمك ولا يطحين في كبدي ما يشتغلون وأنا كلمتك. نعم كلمتني لكن مسألة التوظيف هذه ما سهلة مثل ما أظن يا خصي. المسألة بحاجة إلى مؤهلات اختبارات إجراءات ما تتم عن طريق الوزير في هناك لجان تابعة لوزارة غير وزارتنا إحنا. بس عاد معاليك يعني انت لو بعد وزير تراك كلمتك بعد ما ترد ترى انت بعد كلمتك. طيب اعطيني اسماء. واحد من اولادي اسمه سعيد. سعيد. سعيد خصيب. والثاني الله يسلمك اسمه سعيد. اخوه. هذول اولادك؟ اولادي نعم، نعم اولادي شهد الله انهم اولادي. و هذا بعد معاليك. ايش هذا؟ هذا الله يسلمك يعني الجماعة مساكين في الحارة تعبانين تعبانين تعبانين. واحد مسكين يبقى هذا مال الإجرة رقم مال الإجرة. واحد مسكين يبقى بيت شعبي. واحد يا حليلة مسكين الهوري ماله المكينة انكسرت. تعبانين معاليك أنت تعرف تعبانين مساكين. عاد أنا قلت ما دام إني جاي عند معاليك كار واحد طلباتي وطلباتهم. تفضل وأنت عاد وزير ترى وكلمتك ما تنرد يعني. تفضل تعال. جزاك الله خير أجر إن شاء الله في ميزان إن شاء الله حسناتك يا رب إن شاء الله في ميزان حسناتك. سمعوا أباكم هذا الأكل تخلصونه كله سامعين يعني ما خلاص بنشتغل بس خلاص ما تشتغلون لكن سمعوا سمعوا المعاش ها تجيبونه كله معي وأنا بعدين بعطيكم سمعتوا صدق أبوكم المعاش كله عنده هو ولا يهمك أبوي بس ما قدنا وش نشتغل كيف يعني يشتغلون؟ بس يشتغلون مع الوزير لكن تعال أنا نسيت لا أسأل الوزير إيش يشتغلون كلو 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 أكيد بيشغلكم مكان زين الوزير صاحبي أنتوا أولادي بيحبكم مثل ما أنا أحبكم هاي ربيعي كنا نلعب كورة مع بعض
السلام عليكم خصيب. عليكم السلام. ايش اخبارك؟ مبلوح. مرحبا مبلوح. وينك يا ريال؟ من زمان ما شفناك. مشغول انا، مشغول يا مبلوح، انا من الشغل وايد، طلبات امور، وسوي عدادات للتكاسي، نكتب طلب عشان نشوف حل الموضوع هذا. تعبنا احنا، تعبنا كل يوم ندور ندور، ماشي غوازي سوي عداد، عداد كل حد ياخذ حقه، السواق ياخذ حقه، والريال اللي يركب معه الزبون ياخذ حقه. بقيتك تشغل ولد اختي، من زمان ندور الوظيفه ما حصلنا الوظيفه، عند اعدادي ترى ما سهل. اخي مبيوح انت والله العظيم، يا اخي ولد اخوك مخلص اعداديه وايش سوي له؟ يا اخي شغل الحق يا اخي، انت تدخل شيء يا اخي، انت صاحب الوزير ولك كلمه عنده، ما يصير كذاك. وايش شغله؟ ناس عندهم شهادات، عندهم كفاءات، ما لاقين شغل، وايش له ولد اخوك اعداديه؟ الوزير ما في دينه كل شيء، اشياء يقدر الوزير يسويها، اشياء ما يقدر يسويها. لحظة تليفون فاطمة زوجتي. فطوم كيف حالك؟ وش ود اختك ساقط في كل المواد وما راضين ينجحونه؟ لا لا بتصرف، انا بتصرف. لا لا بتصرف، ما لا تخبي لا تخبي. لا لا المعامله موجوده عندي على المكتب، بس تبغي له شويه مراجعه تعرف، وان شاء الله خير ان شاء الله. لا ولا يهمك، حاضرين ان شاء الله. طيب حياك الله، احسنت شوي. خير محسن، ايش في؟ ما عليك خصيب، مصر انه يقابلك. هذا خصيب ما بنخلص منه نحن؟ ايش ما بحب ولاده وشغلناهم، ايش يريد هذا الانسان؟ يقول أمان في موضوع بينك وبينه. ما في مواضيع بيني وبينه أبدا، ماشي مواضيع. معليك ولولا قوة إلا بالله العلي. معليك ترى واقف عند الباب، عند الباب واقف. خليه يدخل، خلينا نشوف إيش آخرته معه. خليه يدخل. شار تفضل يا خصيب. السلام عليكم معالي الوزير. وعليكم السلام، أهلا خصيب، تفضل استريح. إن شاء الله الله يعز مقدارك يا رب العالمين. خير؟ نعم، أولادك وشغلناهم وخليناهم يشتغلوا في مكان واحد علشان يروحون ويجون مع بعض، إيش تريد بعد؟ مثل ما أنت بغيت سويت أنا. الله ما يحرمنا منك، في ميزان حسناتك يا رب العالمين. ادخل في الموضوع، خلصني مرة واحدة، إيش تبغي؟ إيش تريد؟ خلصني، أنا مشغول، وقتي ما ملكي. ما عليك، أنا إن شاء الله أنا بدخل في الموضوع إن شاء الله على طول بإذن الله تعالى. الله يسلمك يا حرمتي من الأولاد، عندها ولد أخت. زين إيش في ولد أختها؟ سقطوه في المدرسة. طيب ليش دخلني يا خصيبة؟ إحنا الله يهديك أنت، طالما سقط في الامتحان إيش مطلوب مني يعني؟ طال عمرك تكلم المسؤولين وزارة التربية ربعك، تقولهم يطلعوا له شهادة جديدة يكتبون فيها إنه ناجح. إيش تقول؟ معاليك أنت وزير، تراك كلمتك ما تنرد. محسن يا محسن، معالي الوزير لازم يكون أم مسكينة حزينة. يا خصيب كفاية، خلاص كفاية. لو سمحت معالي الوزير، يمكن أخذ لك صورة مع صديقك؟ معالي ما عنده مانع، تفضل تفضل. طبعا تفضل. ابتسم معالك. محسن. نعم معاليك. من هذولا؟ معاليك هذيلا كلهم أصدقائك. أصدقائي أنا؟ نعم معاليك، هذيلا أصدقائك لما كنتوا ساكنين في الحارة القديمة لما أنت كنت صغير. معاليك أنا لما كنت صغير مع هذولا؟ هي نعم، وكل واحد منهم جايب صورة تذكارية مصورين معك، أنت أيضا مصور معهم لما كنتوا تلعبوا في الحارة. أصدقائي وجايبين صوري معهم؟ هي نعم.
كل واحد جايب صورة تذكارية وانت وساطه. وش يريدون؟ طال عمرك كل واحد جايب لستة كاملة من الطلبات موجودات هنا في الملف هذا. جاي لستة كاملة ما طلب واحد، طلبات. وجايب حالي يعني؟ اي نعم. انا؟ طبعا لانك انت مع الوزير، هم اصدقاء الوزير. اصدقاء يعني يا محسن؟ طبعا. الانسان المسؤول ينحدر اولا واخرا من هذا المجتمع، ومهما كبرت مسؤولياته فانه لن يتنكر لافراد المجتمع من الكادحين وغيرهم من المواطنين، وكذلك لاصدقائه واصدقاء دراسته، لانه وضع لخدمتهم فهم في كل الاحوال مواطنون. Oh, my God.